وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أيضا سعادة السيد أحمد الحداد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. مساء الخير سيد أحمد، وبداية يعني التصرفات القطرية العدائية ضد بحارة البحرين أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات وتسببت بأضرار مادية جسيمة. بصفتك رئيس للجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، يعني كيف تقيمون هذه الانتهاكات والرد عليها؟ مساء الخير لجميع مشاهدي تلفزيون البحرين. الجميع في البحرين يدين ما تقوم به السلطات القطرية في محاربة الصيادين البحرينيين والتضييق عليهم في أرزاقهم ومعيشتهم. إن هذا التصرف من قبل سلطات قطر يخالف الأعراف والتقاليد التي تعودت عليها شعوب الخليج منذ زمن بعيد، والتي تمثل حسن الجيرة والتعاون والتآخي بعيدا عن الشحناء والبغضاء. التاريخ يشهد بأن البحرين ومنذ الخمسينات وحتى قبل ذلك كانت تستقبل جميع البحار من جميع دول الخليج دون استثناء بما فيهم القطريين، وتقدم لهم كل العون والمساعدة بما فيها العناية الصحية. في السابق كانت جميع مياه الدول الخليجية مفتوحة لجميع سكان الدول الخليجية، خاصة خلال موسم صيد اللؤلؤ، حيث كانت البحرين مركزا مهما لهذه المهنة. القيادة الرشيدة في البحرين والشعب البحريني الجميع محبا للسلام واستتباب الأمن في منطقة الخليج، وعلى هذا الأساس دعت القيادة بالبحرين إلى اتباع الوسائل الودية والحوار البناء، نعم، للوصول إلى توافق حول أي مسألة قد تحدث بين دول مجلس التعاون. إن هذا التوجه الحكيم من قبل القيادة الرشيدة في البحرين بدون شك يساهم في إيجاد الحلول المقبولة لأطراف الخلاف، ويجنب منطقة الخليج الأخطار، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا الذي تسبب في أزمات اقتصادية وإنسانية وصحية لا مثيل فيها في التاريخ الحديث. نحن نأمل أن تستجيب دولة قطر إلى المساعي الحميدة التي تسعى لها البحرين في هذا الخصوص، كي يعم الأمن والأمان في هذه المنطقة المهمة للعالم أجمع. نعم سيد أحمد الحداد، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة حقوق الإنسان في المجلس، شكرا جزيلا لك.